soit درتها مع العثماني جونطون غير جو نو سي ريان جو نو كوني ريان وعمري ما كنت غنجرى نفكر نجبدك ولا نهضر على شي حتى وكان كنهضر على لا فيولونس كونجوغال عمري ما جبدتك ما عمري ما عطيت بك مثال ولا في البنات اللي كيضلوا يشكيو عليا انهم تزوجوا ب دي زيترونجي وقعوا لهم مشاكل عمري ما جبدتك شقبحك هذه يا اختي شبيني وبينك Il faut savoir أنه في هذاك البرنامج خداو جوست لي زيكستري اللي هضرت عليهم اللي عطيت رأي سلبي ديالي على مايا كاينين دي بارتي واحد اخرين اللي هضرت فيهم بالمزيان قلت اه بعض المرات كتقول شي حوايج زوينين ولكن اوسي دي فوا كتغلط وكتحرض على شي حوايج اللي ما خاصش الواحد يحرض عليهم سيت وانا كان رأي شخصي وصافي ولا تقول خير او تصمت انا مثلا هادي جو بريفير نو با ريغاردي سيمبل Iman Lbani, c'est une belle femme, elle est très calme, zouina, posée. Là, elle est très très belle, je la trouve très belle, mashallah. Elle aussi, alors. Sarah, j'ai ma'ara, Kalimat Miss Maroc. Anna, ça me fait plaisir de voir de belles femmes marocaines représenter le pays. Donc, elle habite aux États-Unis, je sais. Je la trouve très belle, mashallah. اول شيء لاني خدت لقب ميس عرب 2020 وكان لقب مهم وكان هديه لبلادي المغرب هضرتها زويونه انا ما عرفتهاش الصراحه 2020 يمكن ما تبعتش ولكن هضرتها زويونه لو فيت انا كتهديه لبلادها دابا كاينين بزاف ديال هادي عرفتها واحد اي مدينه كدير كومبيتيسيون ديالها جو سي با دابا المشكله ما كتعرفوش فين هي اللي حقيقيه وفين لا حنا ديالنا دازت في الام تي في صراحه عندها الحق حيت كثروا لي كومبيتيسيون بزاف وما بقيتيش كتعرف اللي بصح من اللي ماشي بصح ولكن انا سام في توجور بليزير انني نشوف مغربيه دات لقب كل كسوا اللقب كما تايقه فرنسا تقدر تثق انها تربح كل شيء اللي شافني كيقول لي انت شي مانكا تبارك الله عليك وخاصك تقلبي في هذا الدومين نو ماشي باش نقنع انا عجبتني ماش فين هادي باين بعدا كينا من لاجين ما عرفتش فين ولكن شوف ما كومونتيش ماشي عليها سي با كونتر ال سي با كونتر ال سي كونتر هادو اللي نظموا هاد المسابقه هادي بهاد الطريقه العشوائيه الشيء اللي شافني كيقول لي انت مانكا